ما عدا المخرطة بصعب عشان تحدد المكان بتاع التقم. كل المكان متقب، ويمكن الكلام ده شفته انتوا بتصنعوا المشاريع، فما يبقى عندك سطح اصلا مدور وعايز تعمل فيه تقم. ايوه التقم ممكن اعمله على المتقاب وممكن اعمله على المخرطه، بس اسهل لي ان انا اعمله على على المخرطه. فالتركه الظرف ما غيرش، تحط ثلاثه وثلاثه جوه قفشت منه وخلاص. لكن انا دلوقتي بتكلم في ايه؟ في تقب مرحل مش في النص. بقت البوسيبيليتي بتاعت ان انا اعمله على المخرطه وان انا اعمله على المتقاب واحد. تعمله على المتقاب هيطلع عينك في تثبيت الشغله، تعمله على المخرطه هيطلع عينك في تثبيته على المخرطه، لان ساعتها الديبندنت جوب تاك مش موجود. فانت هنا هيبقى فيه وجع قلب عشان تثبته، وهنا هتبقى فيه وجع قلب عشان تثبته. فعشان كده الاحتماليه 50-50، ممكن تعمله على المخرطه صح، ممكن تعمله على المتقاب صح. لكن لو انت بتتكلم في شغلانه، الشغلانه دي ينفع تتمسك على الثري جو تشك، والتوب بتاعك كان في النص فالثري جو تشك ينفع، خلاص انا اعمله لا على المتقاب. طب دكتور، انا لما سالت حضرتك هو الدريل بيلف عكس ولا لا، قلت لي على حسب المكان. طب هو يعني على حسب المكان كراديال وتيبل وكده، ولا على حسب الموديل بتاع المكنه نفسه، ولا ايه؟ عشان ما فهمش الحته دي قوي. الموديل بتاع المكنه نفسه يعني لو سألني كان في سؤال صح وغلط كده، اللي هو يعني الدريل يعني بيلف عكس ولا بيلف كلوك وايز وانتي كلوك وايز، في الحالة دي هتعملها صح صح؟ المايك بتحرك مقفول يا دكتور. الفكره مش في الموديل هنا، الفكره في الموديل، في ان الاوبريشن محتاجه ان السبندل يكون بيلف في اتجاه واحد ولا بيلف في اتجاهين. هو ما كانش محدد اوبريشن معينه. انا فاهم ان هو لو بيعمل تابنج، لو بيعمل ثريد يعني هيحتاج انه يلف كلوك كويس وكونتر كلوك كويس، بس هو في السؤال ما كانش محدد حاجه، هو كان بيسال على الدريل ماشين. لا انت اللي كده لا لا انت اللي ما فهمتش السؤال. سلام، انت اللي ما فهمتش السؤال. تمام، شكرا. ده صوت يا دكتور، معلش. بس انا بعت في الصوره فيها سلوت كده 8 مللي، استاذ حضرتك لو تبص عليه. الايه الايه؟ سلوت عرضها 8 مللي الصوره. الايزومتريك ده كده. هو هنا في الادوات اللي مديها لي مش مديني اند مل بديامتر 8 مللي، تمام؟ انا مش عارف السلوت دي. هو انت عملت حاجه؟ ثواني، انت عملت صوره؟ انا مش شايف حاجه. موجوده في الشات بتاع الميتنج يعني. سلوت 8 مللي؟ ما عرضها 8 مللي، مالها؟ مظبوط، ما فيش اند مل، مفيش اند مل بديامتر 8 مللي، فانا اقدر استخدم التويست دريل يعني. مين اللي قال؟ مش موجوده في اول نقطه. هو في تويست دريلز مش موجوده و 15 وبعض، مش موجوده مش موجوده في الافيلابل تو يعني. بالظبط، ده اللي مكتوب في ثلاث نقط كده، دي الـ Available Tools. لا أنا محتاج أشوف، معلش أشوف، يا فين دي؟ عندك كتاب يا جماعة ولا بعتها تاني ولا في مشكلة؟ بعتها شوف، أنا مش شايف. طيب حاضر، لحظة بعتها تاني.
دكتور، هو لو مشاولي على ثقب وقايل لي كام عدد الستبس اللي بتتعمل للثقب دوت، وانا شايفه ان في فوق مثلا كاونتر بورينج او كاونتر سينكينج، هل بحسب الستب بتاعت يبقى الكاونتر بورينج معاهم ولا طبعا طبعا تمام؟ طبعا اوكي طبعا. ايوه انا شفت مالها دي بقى، لما انا تمام. شفتها طلعت طبعا. انا قصدي مالها بقى تمام، انا قصدي اللي هي عرضها 8 مللي اللي هي موجوده فوق في الجزء اللي هو الدوراني شويه، الجزء الدوراني اللي فوق ده. حلو قوي. تمام. الافيلبل تولز مديني اند ميلز بديامتر 10 و12 و15، بس ما فيش اند ميل متاحه بديامتر 8. تمام. فهل هنا ما عشان كده ثواني ثواني، ما هو كاتب لك في تحت الافيلبل تول في نقطه نمره 3، any other required tool with the suitable type and size to produce the work piece are available. يبقى دي مش هتتعمل بالاندميل، ممكن تتعمل بسايد ميلين كتر، بس يكون عرضه 8 على horizontal ميلين. لا وشيب. خد بالك الفكره، لا لا ثواني، انا available tools for the milling machine، for the milling machine معنى كده انها مش هتتعمل على الميلينج ماشين. طيب اقدر اعملها بتويست دريل بديامتر 8 على هيئه ثقوب كده متتاليه جنب بعض فيكون لك لا 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 شيبر طبعا شيبر طبعا، بس كده لازم يعني لازم الاقي طول عرضها 8 صح؟ أو ايوه، ما عشان كده انا كاتب ايوه، ما انا عشان كده كاتب كان كاتب any other required tool with the suitable type and size to produce the work piece are available. موجود اهو. خلاص تمام. طب يا دكتور، هو بعد كده بيقول لي ان هو هيعمل لها جرايندنج، فكده انا هعملها ازاي على الشيبر بعدين اعمل لها جرايندنج؟ ايوه ماشي، ما انا اللي زنقتك خلاص هتروح على الجرايندنج، ما انا اللي بقول لك. تمام. وبعدين دكتور انا بقول لك ايه، if it is فهمتش ايه؟ ما فهمتش ليه سايد، ليه سايد ميل، ليه سايد ميل ما تنفعش سايد ميلينج؟ لان انا انا كاتب كده available tools for the milling machine، الميلينج ماشين الكاترز اللي عندي هي دي بس، for the milling machine. تمام شكرا. طب يا دكتور، هو لو ما حددتليش عدد اللي هو مينيمم ماشينز اكتب اي ماشينز عادي لو هو ما حددتليش؟ طبعا. طب دكتور، هو انا الكلوب ده هعمله على الجرايندنج بايه؟ انهي حاجه بالظبط؟ طبعا طبعا سيرفس، عشان ده عدله. تمام شكرا يا دكتور. طب معلش يا دكتور، عايز اعرف هو لو هعمل، لو عاوز عدد الخطوات بتاعت اللي انا عامل الهولز دي وفي عندي تو هولز، فبضرب في اتنين ولا بشتغل على اللي هي هول واحده عادي؟ لا 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 طبعا، لا لا طبعا بتكلم على واحده طبعا. طيب الماركينج بتاعت السنترنج اللي قبل السنترنج دي تحسب ولا ما تحسبش برضو؟ لا ما بتحسبش. طب دكتور معلش، هو هنا اشتغل دريلينج، يعني اشتغل دريلينج عشان نعمل تو هولز دولت، في الحاله دي نشتغل دريلينج عشان نعمل تو هولز؟ طبعا طبعا. طب ليه ما ينفعش سنترنج؟ قصدي سنترليس. ما انا لسه قايل والله، قلت طالما الشكل مش مض... مش 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 ما يتمشى على الثلاثي والثقب مرحل، تبقى دي تبقى زي دي، يبقى اسهل لي، اسهل لي ان انت تعملها على الثقب عن ان انت تعملها على المخرطه. بس انا كده كده هبقى عند في السنتر ليس، يعني اللي خليني اروح لمكنه تانية علشان الحته دي، ما دام الموضوع مش قوي كده يعني. لا ما هو الفكره في ايه، ان انت هتركب الشغلانه على الفايس وهتعمل علامه وتفضل تتحرك بالفايس لغايه ما تجيب البنطه فوق العلامه وتروح مربط الفايس في التيبل. في المخرطه انت مش هتعرف تعمل كده، انت هتفضل تحرك الجو نمره واحد وتحرك الجو نمره اتنين وتحرك الجو نمره اربعه لغايه ما تجيب البلطه قدام تحت الثقب، فدي اصعب. دكتور في سلوت رقم اتنين
هو الطول بتاعه دي بتاعه 40 ملي، فهل الاند ميل طولها هيبقى هيجيب ال 40؟ طبعا. معلش يا دكتور، هو في السؤال اللي فات هو ما حضرتك قلت هنعمل الثقب ده على المتقاب، هو انا هثبتها على ايه؟ هثبتها كلامبنج كونستيبل على طول؟ ما تعمل على الفايس، المشكله لما تمسك على الفايس. لا، لان السطح مش فلات، يعني انا دلوقتي عندي سلندر هعمل فيها، هعمل ثلاث ثقوب في الوش، مش على السطح. ليه بس السطح؟ هو احنا مش بنتكلم بالشكل اللي قدامي ده اللي معمول له شير ده؟ لا، انا اسف، انا قصدي على شكل اسطواني. معلش، ايه شكل الاسطواني ده؟ لا، لو في مثلا شكل اسطواني وعايز اعمل ثلاث ثقوب بس على على السطح الفلات مش على السطح الاسطواني. لا، يبقى المخرط احسن، يبقى المخرط احسن. على المخرط احسن. دكتور، هو في السلوت اللي هو 12 ده، انا بدخل بالاند ميل ال 12 على طول ولا بدخل بال 10 بعدها ال 12؟ يعني تتعمل على خطوه واحده؟ لا، ممكن 12 على طول. تمام، شكرا. دكتور معلش، لو قال لي امبروف انا هقف عند الميلينج ولا هقول له ميلينج وجرايندينج؟ دكتور، لا، انا قلت تو امبروف، يبقى قصدي الجرايند. نعم، تمام، شكرا. دكتور، هو انا عشان اعمل سلوت باند ميل محتاج افتح لها في الاول بدريلينج يعني، فهل لو دي احسبها تبع دي لو كانت داخليه يعني؟ لو طبعا، لو كانت داخليه طبعا، دي لو كانت داخليه طبعا تتحسب. شكرا دكتور. طب يا دكتور، وانا شفت اند ميل بتو فلوتس وكانت بتت اوب في نفس الوقت، ده بيبقى ليها اسم تاني، ما اسمهاش اند ميل كده، يبقى ليها اسم تاني. تمام. طب لو سمحت دكتور، بالنسبة لنفس الشيء اللي فات، اللي هي السلوت اللي كانت في الجنب اللي هي بتتعمل باند ميل 12، السلوت دي لو قال لي تعمل على كام ستيبس، اقول له 2 ماركينج بعد كده الاند ميلينج لا، الماركينج، اما بنعد المكن، بنعد الخطوات اللي بتتعمل على المكن. الماركينج ده ما بيتعملش على المكن، ده بتتعمل يدوي، ده ما تتعدش. اما بطلب خطوات في 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 في, 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 في اسئله، لازم خطوات تتعمل على المكن. طب بص، فاكر كل الستيب يعني، مش الاوبريشنز بس. خلاص كده، تمام، شكرا يا دكتور. طب هو كده يا دكتور، الفيكسيشن بتتحسب مع الخطوات يعني؟ لا، على المكن، خطوات مكن، العده الفلانيه ثم العده الفلانيه ثم العده الفلانيه، دي الخطوات. دكتور، في الدريلينج او لو هعمل سلوت، لو ما فيش اي الاونس عندي او اي حاجه تخلي لي الدبس والكلام ده، ادخل بالدايمتر اللي انا هعمله على طول ولا برضو بعمله على كذا مره؟ تاني، لو انا عايز الخطوات ليها علاقه بالدبس اوف كات، هديك الدبس اوف كات. لو انا عايز الخطوات ككلام، يبقى هم البونت لازم الخرب لازم على خطوتين، من لازم بتردل ولازم تعمل دريلينج بتويست دريل، حتى لو كنت بتعمل دريلينج على كذا مرحله. تمام، وساعتها بقى مش هيبقى بيهمني موضوع اللي انا هعمل على ببونت الاول مثلا 8 في 10 في 12 في كده، انا يهمني ان انا هعمل تويست دريل وخلاص. طالما ما معكش الالاوبل ديبس اوف كات. تمام. دكتور برضو حضرتك كنت بتقول من شويه على موضوع السايد ميلينج، ان هو كان كاتب الافيلبل كاتنج تولز فور ميلينج ماشين، بس برضو النقطه الثالثه قال اني ريكوايرد يعني ممكن نستخدمها. طب انا اعتبرتها من الريكوايرد؟ لا طبعا ما انا كلمتك على الميلينج فوق، ما انا فوق كلمتك على الميلينج، انا بتكلم على اذر ماشين.
انا فوق كلمتك على الميلينج. تمام شكرا يا دكتور. دكتور انا عندي سؤال، هو في الدريلينج لما يعني التول بتعتبر روتري ولينير علشان بتتحرك في الاتجاهين يعني ولا ايه؟ عشان بتلخبط فيها. وفي الفيد يعني لما يتقال الفيد مثلا لا على حسب على لا لا على حسب ركبه في اي مكنه. لا قصدي لا الدريلينج على الدريل عادي. لا يبقى دوران ونزول، دوران ولينير الاثنين. لا بس لو مثلا مكتوب فيد اللي هو في الفيد يعني برضه هتبقى دوران ونزول. لا يعني ايه فيد؟ مش عشان ابقى فاهم. كان في سؤال مكتوب فيه حاجه في يعني فيد و يعني الاتجاه هيبقى لينير ولا روتري. ما انا رديت اهو، ما هو الاثنين. لو انت بتتكلم على بونت راكبه في متقاب يبقى النوع التول لينير وروتري موشن تول لانه بيلف وبينزل. تمام بس لو في ميلينج هيبقى روتري بس. ايوه. ولو تيرنينج يبقى لينير بس. ايوه تمام شكرا دكتور. في الكاترز بتوع البيلينج وكده بيبقى برضو ليهم كليرانس وريك وكده ولا ما بيبقاش ليهم؟ كل حاجة هي زي أول محب. تمام دكتور، هو الشكل التبغ بجيبه بالترنينج بس في مكان تاني بيعمل أيوة. شكل التبغ لا الترنينج بس. تمام شكرا. هو ما ينفعش اعمله باند ميل يا دكتور بسويفلينج هيد؟ لا هيبقى صعب وهيطلع بايظ. تمام. يا دكتور في الفيرتيكال ميل ماشين اللي بينقل الباور للقطر، هل هنا اكتب المورس تيب او اكتب الكوليتي تشك ولا اكتب الدوج؟ تاني كده السؤال تاني كده بتقول ايه؟ في الفيرتيكال ميلينج ماشين اللي بينقل الباور للقطر، ايه اللي بينقل الباور الدج برضه؟ الدج برضه حتى لو بتثبت على طول بمور ستيب. المور ستيب ده ما بينقلش باور. المور ستيب ده فراغ وفيه ميل زيه عشان خاطر الاثنين يركبوا مع بعض. ايه بقى اللي يخلي اما الاسبندلي ده يلف مش المورس؟ لو المورس تيبر يبقى فريكشن. اللي بينقل الاسبندل للحاجه اللي جواه لاتنين دوج. ايه بقى اللي انت مركبه جواه؟ مركب طول دايركت، مركب كولت تشاك دايركت وهكذا. تمام شكرا دكتور. هو يا دكتور لو مركب مثلا ادابتور اللي هينقل الحركه للادابتور التو دوك واللي هينقل الحركه للقطر الفورس ريتد هول، صح كده؟ لا الفورس ريتد هول بتنقل القطر لان ساعتها القطر متثبت على السبندل دايركت. ادي حاجه الوحيده اللي بتستخدم فيها الفور ثريدد هو. معلش يا دكتور حاجه كده تاني عشان صوت حضرتك قطع بس يا اسف. الفور ثريدد هو دول بستخدمهم لتثبيت الكتر في السبندل دايركت، ودي الحاله الوحيده. تمام دكتور، يعني كده كليرنس انجل في الاند ميل هتبقى بزيرو عشان حكه في الشغلانه على طول ولا ايه؟ لا 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 انا قلت زي اول محاضره، ما كله لازق في الشغلانه، في اي قطعه لازق في الشغلانه، في اي مكان لازق في الشغلانه. ايوه كله نفس الكلام اللي في المحاضره. يعني انا كده في الاند ميل مثلا باخد كل ايدج من الكاتر دوت وبحسبها كانها لوحدها يعني مش كل ايدج كل
سنه يعني. ايوه تمام شكرا. دكتور هو الدوج بستخدمه في الجرايندنج لما اكون بعمل سيلندريكال اكسترنال ولا انترنال؟ لا طبعا الاكسترنال. وانترنال بتكون جو تشاك عادي صح؟ ده لو كان لو كانت شاكينج تايب. لكن انت عندك بلانيتري كمان. تمام شكرا. دكتور لو سمحت دكتور كنت اتفضل. لو سمحت يا دكتور هو في الاند ميل دلوقتي الكليرنس انجل هو المفروض السايد كاترز كلها تمسك في الشغله فالمفروض الكليرنس انجل هنا بتبقى بزيرو ولا بتبقى بوزيتيف؟ كل الكتر بتلزق في الشغله على اي مكنه كلها بتلزق في الشغله عشان تطلع رايش بس كلها واخد ظروف اللي انا حكيتها في اول محاضره من وجهة نظر الكليرنس انجل والراك انجل. طيب يعني كده الاند ميل هيبقى انجل بوستيف يبقى كده بوستيف عادي صح؟ بوستيف كليرنس انجل طبيعي. أيوه. زبيت الكاترز تمام نفس الكلام. أيوه. شكرا يا دكتور. دكتور هو في نيجاتيف كليرنس انجل؟ لا بس واحدة دكتور كان بعت سؤال بس كنت عايز افهم في حاجة على الشاد برضه. انا سامع سؤال بقول حضرتك كنت بعت سؤال على الشاد برضه. قوله تاني. لا هو السؤال هو شكل ايزومتريك وعايز اسال يعني الحاجه هتتعمل فيها. اللي هو ده تمام. اه ده سؤالي اللي هو السيرفيس ايه ده اقدر اعمله على تيرنينج عن طريق الفيس جروفينج؟ هو طبعا هيتعمل على تيرنينج لان هو مدور. اصل برضه كان في يعني كنت يعني حاسب ان في امكانيه ان انا اقدر اعمله بالفيرتيكال ميلينج ماشين باستخدام اند ميل وروتري تيبل يعني. اه بس هو الافضل هيبقى المخرطه طبعا. والاوبريشن هتكون فيس جروفينج لان هو الديسك كده كده الرو ماتيريال مع الحشب الرو ماتيريال اللي هي الرو ماتيريال كان في شغل هيتعمل على المخرطه. دكتور يعني السلوت دي مش هتتعمل بالاند ميل روتري تيبل؟ السؤال بص انتم بقى بتكلم على السيرف مش بتكلم على السلوت. سؤال في سؤال هو بمعنى سيرفيس ايه السلوت ده موضوع تاني فسيرفس ايه مخرطة السلوتس على الفريزة طبعا بروتري. لا مش بروتري انت عايز روتري ليه ديفايدنج هيد صح ليه روت ديفايدنج هيد عشان تجيب الثلاث زوايا لكن روتري ليه لو عملتها بالديفايدنج هيد مش هجيب الانجل دي اللي هو قصدي اللي هو الفلت. لا هجيب الفلت. لا هتجيب ما هو الفيلد ده دخل ما هو الفيلد ده دخلي بال 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 بالقطر بتاع الاندميل. طب وانا لو مسكته بالروتري الدرايفنج هيد انا مش عارف هو الثيكنس بتاعه 20 همسكه ازاي وهعرف اشتغل عليه ازاي بالديفايدنج هيد؟ اه الديفايدنج هيد. اي ما الديفايدنج هيد زمان كان في طريقه تثبيت ان هو بتتثبت برضو بقى في مندرل بيعدي جواه وفي غراب وفي تيلستوك وهكذا. هو يا دكتور مكتوب معلش مكتوب في راس السؤال ان الثيكنس بتاعته 20
والديسك كله العرض بتاعه يعني الفاينل برودكت هيبقى اصغر من ال 70 دي. فدلوقتي لما اجي اقطعه على المخرطه صح ولا ممكن اقطعه منشار مثلا؟ لا ده لازم منشار لان القطر كبير. منشار طب معلش الفتحه الهولز الصغيره دي معموله طبعا الفورجو تشوك صح؟ مش عاملها بقى على الـ على الـ على التوب على المتقاب اصلا. وليه ما تتعملش على المتقاب؟ هو انا سالت حضرتك يعني من شويه حضرتك قلت نعملها على المخرطه احسن. لا انا مش معنى كده ان هناك غلط طالما التقب مش مترحل تتعمل على المخرطه او تتعمل على تمام. طب لو هتتعمل على المتقاب هثبتها كلامبي كونزاتيفا ممكن. اه طب معلش دكتور الام 6 كده ده كده هيتعمل على الدريلنج ماشين صح؟ اه ممكن تعمل على الدريلنج ماشين ممكن تعمل على المخرط دكتور. هو لما هي تبقى التثبيت بتاعها هيبقى رخم عشان فورج شرط فبلاش ونخلينا على الدريلنج. اي ماشي ما انا بتكلم ما انا بقول كده دي هتبقى دي رخمه ودي رخمه فشوف اسهل لك بقى. طب دكتور هو السطح اللي هو بي ده برضو هبقى بالديفايدنج هيد بالاند ميل ولا ده هيختلف في حاجه؟ لازم سطح بي ديفايدنج هيد عشان بارلل للسطح بتاع السلوت اللي قدامه. طب يا دكتور ولا لما اجي اقطع الفاينل برودكت وفي ثريد اعمل الثريد بعد ما اقطع ولا عادي اعمل الثريد بعد كده اقطع؟ يعني هل القطع هيبوظ الثريد ولا لا اقطع الاول. تمام دكتور لو هعمل فيلت بفيلت بالاند ميل الراديوس بتاع الاند ميل بيبقى نفس الراديوس بتاع الفيلت ده ولا بيبقى يعني ايه العلاقه بينهم؟ لو دخلي يبقى لان معلش يا دكتور الصوت قطع. لو دخلي ايه ولو خارجي ايه؟ لو داخلي يبقى لازم بيعتمد على الدايمنشن بتاعة الاندميل. تمام. لو خارجي لا يعتمد على الدايمنشن بتاعة الاندميل. طب لو داخلي ويعتمد بتبقى العلاقة بينهم ايه يعني زيه بالظبط ولا في فريق ولا في اختلاف؟ هو تمام. طب دكتور انا مش قادر اتخيل ازاي هنثبته على الديفايدنج هيد وهنعمله بالاندميل وهيدينا الكيرف ده. أني واحدة هي نفس الايزومتريك اللي فات ده الثري سلوت اعمل له شير كده عشان اشوف. ممكن اللي كان فاتح شويه يفتحها تاني طيب ولا هو انت ده شرده؟ اه تمام هو ده. لا الديفايدنج هيد ما بين سطح بي وما بين السلوت اللي قدامه. كان تيوب الار اللي موجوده في الاركان دي لازم تبقى افقي عشان تبقى الار نفسها. تمام فكده هثبته على روتري تيبل صح؟ لا تمام يا دكتور. هو انا لو عندي روتري تيبل عشان واخلص بدل ما اقعد اعملها مرتين
ممكن. دكتور هو لو في يونيفرسال ميلينج بلف انا يبقى احسن ان انا لف التيبل ولا احط روتري تيبل واشتغل لو عايز اعمل مثلا كيرف؟ لا 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 الميلينج بتاعة اليونيفرسال دي بتعمل خط ميل مش ار مش ريديوس. الار يعني ارك ليه زاوية، ده شغل وده شغل. انت ما بتعمل خط مايل لينير مش سيركولر، يبقى انت عايز زاوية الميل بتاعة اليونيفرسال ميلينج ماشين. دي حاجة ودي حاجة. طب دكتور دلوقتي انا لو حليتها، انا لما حلها في الاول فحليتها بديفايدنج هيد، بعد كده ممكن حد تاني يعملها روتري، يعني الاختلاف هنا هو الاثنين هيتعملوا. ف لا لا هو هي ايه السلوت مثلا الثلاثه سلوت. لا السلوت لا روتري، لا لازم تبقى روتري عشان الارر اللي موجود. تمام شكرا. طب كده هتبقى تمام. شكرا. هو يا دكتور ممكن حضرتك تقول لنا ترتيب العمليات؟ يعني ترتيب العمليات في الشكل الايزومتريك ده، يعني مثلا اول حاجه ببدا بيها ان اعمل ثلاثه دريلز، بعد كده بعمل مثلا اسمه ده الشكل الاسطواني، بعد كده بعمل الفلاس. لا 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 شعروا كده يا جماعه، شعروا. شعرت يا دكتور. تمام، هو الثريدنج ده بيتعمل في الاخر صح؟ لا دي لا لازم تتعمل مخرطة الأول كلها، الشكل الأسطواني كله الأول. بعد ما تتعمل الشكل الأسطواني كله الأول أنت حر بقى وتقطع، يعني أنت تعمل الشكل الأسطواني وتقطع، وبعد ما أنت بقى الشكل الأسطواني بالتقوب أو هتعمل التقوب على مكنة التقب أنت حر. المهم اللوز هيتعمل بعد القطع، انت حر بقى، وبعد كده هتودي فريز. طب هو معلش بس، وانا بعد المقطع هيبقى التخانه صغيره قوي، هثبتها على الفريزه ازاي؟ يعني مش في مثلا التخانه الصغيره على الفريز ازاي؟ قصدي مع خط يعني مثلا انا هعمل ايه الصغيره دلوقتي الديسك مثلا هيبقى صغير، هيبقى 20، هيبقى 2 سنتي، فانا هحطه على روتري تيبل لا 2 سنتي ده مش صغير. لا لا 2 سنتي ده مش صغير، مين قال 2 سنتي صغير؟ الصغير 2 سنتي ده. هو انا قصدي بس ان الاندميل اللي هيعمل السلوت هيبقى يعني مثلا مش عايزه يخبط في الروتري تيبل مثلا، فلازم يبقى فيه شويه لينس زياده. ما ترفعها لا ليه ما ترفعها عنه، حط حاجات ترفعها عنه زي ما شفت في الفريد لما كان بيحط حاجات على المنجلة عشان يرفعها عن الارض. تمام، اصل قصدي الحاجات دي بقى ممكن بقى الاندمين اللي يغلط فيها، يعني مش هو يعني لا بيبقى ليها حاجات معينه اسمها علوات، بيبقى شكلها معين، بيبقى ليها سيتنج معين عشان ما يخبطش فيه. تمام دكتور، هو لو انا عندي ورك بيس طويله سيلندريكال، فالاهم ان انا اشوف الطول بين الاثنين سنتر، ولا الاهم ان انا اشوف البورد سبيند الدايمتر بتاعها قد ايه؟ ده دي حاجه ودي حاجه، قلنا على حسب انت عايز الطول الاكبر على وش الظرف ولا من جوه الظرف، على حسب انت عايز تعمل ايه. هو يعني قابلت السؤال كتير وما بيبقاش كاتب، بيبقى كاتب المين سبيسيفيكيشن او الاهم. لا بيبقى كاتب ما هو الاهم في ايه، ما هو بيبقى كاتب الكلام كده ما يبقاش عام. لو امتحان انا حطه ببقى كاتب الاهم في ايه،
على حسب العملية. هل العملية بتحتاج طول كبير باصص من وش الظرف يبقى يهمك المسافة between two centers، لكن لو همك انه طول صغير طالع من وش الظرف يبقى هيهمك البور دايمتر. بيبقى كاتب طبعا، مش كلام مطلق. تمام شكرا. تمام. هو دكتور هو في قطر الحركة بتتنقله بالفريكشن ولا كله ولا المعظم يعني في بيبقى اربور والمعظم بيبقى كي واي وسلوت مفيش حاجة فريكشن؟ لا طبعا، لا طبعا سليتنج في الهوريزونتال بيتنقله بالفريكشن لان التخانة بتاعت القطر بيبقى صغير ما بتعملش فيها مجرة خابوه. هو لو اتعمل فيها مجرة خابوه السليت القطر هيتني صح؟ هيتقطع، مش القطر السليتنج قطر هيتقطع، هيتني هيتكسر. دكتور سؤال كمان، سواء الكونكشن ما بين الفرونت بريس والاوفر ارم، هو في الصوره كده باين ان هو كانه زي شكل الدوف اللي خدناه في ال هو مش كانه، هو فعلا دوفتيل. هو اسمها ايه؟ اسمها بقى دوفتيل كونكشن. دوفتيل دوفتيل كونكشن. وهي ال في المخرطه الكاربايت تول مش بتتاثر اللينس يعني مش بتتاكل، مش على عكس الهاي سبيد ستيل. لا ده بيتاكل وده بيتاكل، القلم كله هاي سبيد ستيل فالقلم بيقصر، لكن هناك الحته اللي شايله الكربايت تيب لا تتاثر، لان انت بتخلص بالكربيده كربيده. تمام فهمت. دكتور لو سمحت سؤال، هو دلوقتي لو انا عندي فلات سيرفيس، انا ما اعرفش حضرتك جاوبت على السؤال ده ولا لا لاني لسه داخله، لو عندي فلات سيرفيس مثلا وعايزه اعمل فيها هول، الافضل ان انا اعملها على الترنينج ولا الدريلينج؟ يعني ايه العوامل اللي تخليني اختار دي عندي؟ الاثنين شبه بعض طالما شاف السؤالين، الاثنين شبه بعض طالما ايه؟ انا اسف عشان صوتي ده هيبقى تظبيط على الظرف الرباعي، طالما الظرف الثلاثي هتغير يبقى هنا هتبقى دي زي دي هتبقى في تثبيتها ودي هتبقى رخمة في تثبيتها. انا اسف عشان الصوت قطع، ايه اللي رخمة في تثبيتها؟ هتبقى رخمة في تثبيتها على الترنينج؟ على الاثنين. الظرف في الثلاثي اللي راكب على المخرطه لما بتروح اندبندنت، طريقه التثبيت بتاع الشغلات بتعتمد على المخرطه، وبرده طريقه التثبيت على الدريلنج بتعتمد على مهاره عامه. فانا حر ان انا اختار اي ماشين منهم يعني. ايوه عظيم، شكرا يا دكتور. طب يا دكتور لو سمحت، هو الروتري تيبل دلوقتي بتديني زوايا ولا لا؟ بتدي الزوايا طبعا. سمعت الدكتور، لو انا يعني هدفي اللي انا اعمل مينيمايزيشن لعدد الماشينز المستخدمه على قد الامكان، مثلا لو كل اثنين ولا حاجه، ممكن اقول ان تقوب معينه هعملها على الفيرتيكال ميلينج ماشين بدل ما اعملها على الدريلينج ماشين؟ ولا لازم اخد في الاعتبار ان التقوب دي هتتعمل على الدريلينج فيكون في مكان زياده معانا؟ لا الدريلينج او رطت زي ما انا قلت على الدريلنج. لا معلش صوت حضرتك قطع، يعني ما اعملش كده، يعني اخد في الاعتبار ان هعمل دريلنج مش هعملها على الفيرتيكال ميلينج، يعني مش هعمل التقوب يا اما
التوب على المخرطة او على المتقاب فقط. خلاص مش شكرا دكتور. دكتور بالنسبة للتوب اللي على المخرطة هي ممكن تبقى كبيرة عادي؟ يعني ايه تبقى كبيرة عادي؟ يعني ايه كبيرة عادي دي؟ يعني زي الشكل اللي فات ده التوب اللي في النص ده ممكن اعمله على المخرطة عادي؟ ايوه ما انت المخرطه ممكن تعمل تقوب بسايزز كبيره، انت بتبتديها ببنطه وبعد كده بتعمل اللارجنج الهول باستخدام بورنج تول فيطلع الهول تمام ماشي شكرا. كبيره عادي يعني. تمام بعد اذنك يا دكتور، هو سؤالين لو سمحت. هو انا دلوقتي لما انا بشوف المينيمم ماشينز او نمبر اوف ماشينز، هل انا بحط في اعتبار ان الكوست؟ يعني مثلا احنا لما كنا عملنا في المشروع بتاع الفورمينج دخلنا الشيبر ماشين عشان نقلل الثيكنس بتاع البلوك عشان بعد كده ندخلها على الميلينج. انا ممكن كنت اعمل كده بالميلينج، بس الميلينج هتاخد وقت اكبر، فهل انا بعتبر ده ولا انا بس بخليها مينيمم نمبر اوف ماشينز؟ والتاني سؤال ارد بس الفكره في المينيمم نمبر اوف ماشين ان انت بتوصل للسطح بتاعك كجيومتري. فانت لو كان السطح بتاعك انا دلوقتي مينيمم نمبر اوف ماشين مقشطه وفريزه ولا فريزه، يبقى فريزه كمينيمم نمبر اوف ماشين. تمام ماشي. السؤال الثاني اللي هو لو هل انا عندي في الدريلينج ماشين هل عندي مثلا ليميتس معين للدايمتر بتاع الهول؟ يعني مثلا هول 30 هل انا ممكن اوصل له بالدريلينج ماشين؟ ممكن يعني مفيش ليميت يعني. هو في اخر 30 بس يا جماعه انا اسئلتي ابليكابل يا جماعه، مش اوهام كده يعني بالسلام ما تتعمل. ايوه يعني مش يعني في الاخر السايز اللي معاك هو اللي هيخلي المكنه دي صح والمكنه دي غلط. انا بسال اسئله على الارض، ما بسالش اسئله في الفراغ كده يعني، لا اسئله على الارض. تمام شكرا دكتور. دكتور عندي سؤال، لو عايز اعمل مكان لووشر بعملها بكاونتر بورينج ولا سبوت فيسينج؟ سبوت فيسينج. قلت لو انت في الورشه ينفع، لو ما عندكش العده بتاعت السبوت فيسينج ممكن تجيب العده بتاعت الكاونتر بورينج، بس الصح نشتغل عليه الاول. تمام شكرا دكتور. دكتور اتفضل. لو سمحت، هو دلوقتي انا مثلا عايز اعمل مثلا هول، فانا بعمل سنترنج الاول، فالسنترنج دي طبعا اوبريشن صح ولا لا؟ والله جاوبت على السؤال ده 100 مره، طالما يتعمل على المكنه يعتبر اوبريشن. تمام، لكن طالما ماركينج عادي فهو مش اوبريشن. تمام شكرا. دكتور هو انا لو عايز امسك على المخرطه هول ورك بيس ممكن امسكها بالثري جو تشك، حضرتك قلت اعمل كده لو هقلب اللقم، وممكن امسكها بالبلين ماندرل، فاني الاحسن؟ لا 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 ثواني ثواني لا لا انا ما قلتش هقلب، انا لا انا قلب اللقم لو انت عايز تستخدم سايز اكبر عشان تكبر الكباستي بتاع الظرف، لكن انت ممكن تستخدم تستخدم اللقم العاديه بس تدخل اللقم من جوه الهول. ما مش اقلبها، انا اسف. تمام بس يعني ينفع امسكها على المندريل وينفع امسكها بالثري جو تشك الهول ورك بيس دي؟ ايوه طبعا. طب اختار يعني اني الاحسن بقى ولا الاثنين عادي؟ ولا حاجه طالما الاثنين شغالين عادي مش مشكله. تمام دكتور بعد اذنك، هو الشكل الايزومتريك اللي هم كانوا لسه باعتينه من شويه ده
كان بيقول لنا ان هو مينيمم نمبر اوف ماشينز. احنا كده هنستخدم التيرنينج والميلينج بس ولا هنستخدم الدريلينج كمان؟ ممكن كده وممكن كده. طب دكتور هو كده ينفع يعني يبقى في كذا اجابه صح في لو في ام سي كيو يعني ممكن يبقى في كذا اجابه صح على حسب انا بفكر ازاي يعني؟ طب لو في لو لو ام لو ام سي كيو السؤال بيبقى ليه اجابه واحد. ما هو انا ممكن مثلا افكر بطريقه فاختار سؤال فالباقي كله بقى اختار بنفس لو انا لو مثلا لو ثانيه وثاني لو انا بسال سؤال في امتحان ام سي كيو بيبقى اجابه واحد. تمام شكرا. معلش دكتور حقيقي كنت قلت بس عشان انا اتلخبطت فيها دي اللي بينقل الحركه من السبندل للقطر اسمه ده يبقى التو دوج ولا الفورس ريدد هول؟ عشان حقيقي لما قلت الفورس ريدد هول قلت حاجه كده بس الصوت قطع فما سمعتش كويس قوي. لو رجعت ما احنا برضو الكلام لو رجعنا للمحاضره هنلاقي ان انا عندي ثلاث طرق لنقل او طريقتين لنقل الحركه ما بين القطر وما بين السبندل، يا اما في ميديا ما بين الاثنين لو او ما فيش ميديا ما بين الاثنين. يعني ايه ما فيش ميديا ما بين الاثنين؟ يعني القطر بيتنقل له الحركه من السبندل مباشره في كده، ايوه، بدون استخدام وسيط، ايوه. طب وانت بتربط ازاي؟ باستخدام الفورس ريدد هول، نقطه من اول السطر. ممكن انقل من خلال وسيط. ايه الوسيط؟ يا اربر يا كولتتشك. الاربر والكولتتشك بيتنقل لهم الحركه من السبندل من خلال التو دوجز بس. تمام شكرا. طب معلش يا دكتور هو سؤال غريب شويه، يعني هو مش السبندل بيبقى على امتداد الاربور جوه المكنه؟ ايوه ماشي. ايوه ماشي. طب هو ليه ما بنعملش مثلا السبندل يبقى مثلا خارج من المكنه، مش يبقى على امتداد الاربور والاربور ده مش موجود اساسا، وركب القطر دايركتلي في السبندل؟ ايوه ما هو القطر دايركتلي في السبندل. ما هو انت ممكن تلاقي نفسك محتاج تبعد القطر عشان الشغلانه بتاعتك. ما هو معنى ان انت لازق القطر في السبندل معنى كده ان الشغلانه لازم التيبل تبقى لازقه فيها، فممكن يبقى حجم الشغلانه. افرض ان انا عايز اعمل حاجه في الشغلانه في حته بعيده عن الشغلانه، تيجي ترجع التيبل لورا ما بترجعش لانها بتخبط في الكولوم. طب ليه؟ تمام شكرا. دكتور الـ vertical guideways اللي في الـ shaping بيبقى ايه لازمتها؟
الدكتور قفل الماي. انا رديت قلت عشان لو رجعت للمحاضرة تعرف انها بتجايد الحركة بتاعت الكروس ريل. دكتور هو الداون ميلينج بيعمل سيرفس فينيش احسن من الاب ميلينج علشان الكولنت بيقدر ينزل عند الكاتنج اريا على طول صح؟ فساعتها اقدر ايوه ازود الكاتنج سبيد صح كده؟ ايوه. طب هو كده بقى اقدر اوصف الاب ميلينج ان هو كده ميديوم سيرفس يعني مش 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 هاي كواليتي ميديوم يعني اقل من الداون؟ يا جماعه الكلام انا ما فيش حاجه اسمها كده يا جماعه. السيرفس فينيش بتاع الداون ميلينج اعلى فين بقى اعلى؟ ده فوق النص وده 3 ارباع ده 100% وده 75% اعلى ليه؟ عشان اتجاه الدوران مع اتجاه التغذيه بيتيح ان انا احط كولنت في منطقه القطف بس كده. طب دكتور معلش هما ليه الاب بيستخدموه اكتر؟ الاب ميلينج برضو ده سؤال محاضرة، لان انا قلت في المحاضرة وانا بشرح الكلام دوت ان الكاتنج فورس بتبقى من زيرو لماكسيمم، ده في حالة الداون ميلينج، لكن في حالة الاب ميلينج بتبقى من زيرو لمينيمم لماكسيمم، فمعنى ان هي من زيرو الماكسيمم ان الديناميك لود بتبقى اعلى في حالة الداون ميلينج، فبتسبب فيلير للاجزاء بتاعة المكنة، عشان كده الاب ميلينج هو الكوملي يوزد. تمام شكرا. دكتور لو سمحت ناخد اكيد الكروس سلايد ولا الكومباوند سلايد؟ الايه الفيد التيرنينج الفيد اللي بياخدها الكروس سلايد ولا الكومباوند سلايد؟ فاني عملي في حاجات بتاخدها كده في حاجات بتاخدها كده. في التابر تيرنينج مثلا الكومباوند سلايد. تمام شكرا يا دكتور. اه دكتور الماكسيمم تيبر لينث في الحاله دي بيكون هو اخر المشوار بتاع الكومباوند سلايد من اوله لاخره يعني؟ ايوه طبعا. شكرا دكتور. هو الران ان في الدريلنج يبقى كام ملي؟ في حدود 10 ملي. طب وفي الشيبر تقدر تثبته؟ ماشي تمام شكرا. يا دكتور لما بنيجي نعمل ثريدز على التيرنينج انترنال من بره بنعمل الديبث اوف كات بايه؟ كروس سلايد ولا كومباوند؟ انت بتقول انترنال من بره مش فاهم انت قصدك ايه؟ اكسترنال معلش قصدي ان احنا بنعمل ثريدز من بره على الشغلة من برا كأنه مسمار مثلا بنعمل مسمار. ايه بقى السؤال؟ الدبس اوف كات بيبقى بالكروس سلايد ولا كومباوند؟ بالكومباوند سلايد. بس هو في العادة بيبقى اصلا اتجاهه غير اللي احنا عاملينه يعني لو حركته بيمشي يعني مع الشغلة مش بيخش عليها. لا حركته الدفئ
لا حركته ده فيد. انت بتقول دبس اوف كت حركته ده أيوة. فيد ده موضوع تاني. تمام شكرا يا دكتور. طب يا دكتور النيرلينج بيبقى الفيد بتاعه اوتوماتيك ولا مانوال؟ اي قلم بيتحط على التول بوست الفيد بتاعته ممكن تبقى الاثنين، بس هو في الطبيعي انه ينفع اعمله بالاثنين عادي، مش لازم ان انا امشيه اوتوماتيك. لا هو احنا هنمشيه اوتوماتيك، الاوبشن دي موجوده ودي موجوده، بس احنا بنمشيه اوتوماتيك لسببين. السبب الثاني ان احنا نريح العامل. السبب الاولاني عشان اضمن فيد منتظمه فيديني سيرفيس فينش منتظم. تمام يا دكتور. لو سمحت، لو سمحت يا دكتور، في السؤال اللي سأله الباشمهندس من شويه، اللي هو الايه اللي هو الديبث اوف كات، مش بناخده بالكروس سلايد؟ الكومباوند سلايد ليها بوزيشن على حسب الزاويه، قلت ممكن تتحط والحركه بتاعتها بتدينا نفس الحركه الطوليه، وممكن تلف وتاخد نفس الحركة بتاعت الكروس سلايد اللي هي 90 درجة. فانت اسهل لك تحرك الصغيرة اللي فوق دي ولا تحرك اللي تحتها الكبيرة ولا تحرك اللي تحتها الاكبر، بس هي دي القضية يعني. شكرا دكتور. طيب هو دكتور تقريبا مش عارف، انا كنت سمعت ان مش كل مكان التيرنينج بيبقى فيها سويفل بليت تحت الكومباوند ريست. غلط، يعني كله فعلا بيبقى فيه، يعني المفروض اي تيرنينج بيبقى فيه سويفل بليت. طبعا. دكتور هو الانترنال كي واي ما بيتعملش غير بالشيبنج بس صح؟ غلط، بيتعمل على السلوتر بس مش بالشيبنج. سوري السلوتر قصدي، ما بيتعملش حاجه في الميلينج صح؟ لا ما ينفعش. تمام شكرا دكتور. دكتور هو انا لو عايز اعمل جير
بقى اسم الاوبريشن ايه والكاتر اللي بيعمله، بتبقى فورم تول ولا بيبقى ايه على الميلينج؟ ديسك فورم الديسك كاتر. طب اسم الاوبريشن بتبقى فورم ميلينج ولا جير ميلينج ولا لا؟ فورم ميلينج. طب لو هعمل الابوز ممكن اشتغل عادي مانوال او اوتوماتيك، ولا بشتغل يعني بحدد حاجه يعني في يفضل حاجه عن حاجه؟ اكيد الاوتوماتيك طبعا بيطلع على الابوز اظبط. دكتور هو الترس بيتعمل على التيرنينج والميلينج وايه تاني؟ هو بيتعمل على الثلاث ماكينات ولا على بيمشي على ثلاث مراحل؟ ده على ثلاث ماكينات. المخرطه تظبط لك قطر داخلي وقطر خارجي وتخانه، وبعدين سلوتر تعمل لك انترنال كي واي، وبعد كده الفريزه تعمل لك السنان. شكرا دكتور. دكتور هو في الشيبر ايه اللي ينقل الباور للتول؟ يعني ايه السؤال ده؟ حضرتك يا دكتور بتقول في الميلينج الدوج هو اللي بينقل الباور للتول عشان تتحرك تقريبا، على حسب ما انا فاهم. هو في الشيبر بقى ايه برضو اللي مسؤول عن نقل الباور؟ برضو الكويك ريتيرن ميكانيزم اللي بتاع اللي اسمه السلوتد لينك راكب عليه الرام، والرام راكب عليه التول، فده ما بيتحرك ده بيتحرك ده بيتحرك. نعم شكرا دكتور. دكتور هو لو يعني هو الشيب بتتحرق في الجرايندنج بسبب الفريكشن والسرعه ولا بسبب ان الجرينز نفسها بتطير؟
دكتور هو حضرتك رديت على اخر سؤال اتسال بس عشان كان يعني ما سمعتش يعني مش عارف. ايوه رديت قلت حاجات كتيره، سرعه عاليه، ديبس اوف كات قليل، جرين بتطير، حاجات كتير. هو تقريبا مايك كان مقفول يا دكتور، بس ما سمعتش الاجابه، ما حدش سمع الاجابه. بقول لك حاجات كتيره، سرعه عاليه، جرينز بتطير، ديبس اوف كات قليل، حاجات كتيره. تمام. في أسئلة ثانية يا ولد؟ شكرا جدا يا دكتور، والله الميتنج ده فادنا جدا. شكرا يا دكتور. الله بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.